أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. تخش السرايا وتتهجم بالشكل ده. الحق يا بيه، النار اكلت غله السنه بتاعت الفلاحين. انا شفت اللي حرق المحصول. شفته؟ ايوه، بس ما قدرتش اعرفه. وانت جاي تقول لي الكلام ده ليه يا حسنين؟ لان المجرم دخل سرايا حضرتك ومستخبي في الجنينه وبندقيتها. ايه؟ الحق يا سعاده البيه، اتصل بالمركز ده، الغفير خد عيار وقع ما حطش منطق. عاصم بيه، عاصم بيه، لحقت يا حسنين؟ ايوه يا مغاول، ومستخبي في الجنينه. الحقني يا عاصم بيه، الحقني من المطافي، النار كانت المصنع. ايوه، كانت مال الغلابه، مصنع كامل بيه، نسيب حضرتك. الحق يا سعاده البيه قبل المجرم ما يهرب. لا حول ولا قوه الا بالله. الو، اديني مامور المركز. ايوه يا سياده المامور، انا عاصم الطرشوب. سعادتك دريت باللي حصل؟ اللي حرق المحصول واللي قتل الغفير موجود عندي هنا. قول له في الجنينه بسرعه لاجل يبعت قوه تحاصره وتقبض عليه. ايوه. مين الفاعل؟ حسنين الدهشان والبنديه في ايده اهي. اني حكمت المحكمة حضوريا على المتهم حسنين عبد الحميد الدهشان بالسجن 15 عاما مع الشغل والنفاذ. صبرك علي يا عاصم بيه، صبرك علي يا ابن الطرشوبي. يدوم العز يا عاصم بيه. أنا مش مبسوط يا دبور. ليه يا عاصم بيه؟ ماني عملت كل اللي انت عاوزه. حرقت المصنع بتاع كامل بيه عشان ما يبقاش في الناحيه الا المصنع بتاع حضرتك، واهو تتحكم في البضاعه واجور العمال وكل حاجه. الا مش كده ولا اني غلطان؟ انا عارف ده كله، ومش ده اللي مزعلني. انا اللي مزعلني غباوتك. المره دي كنت هتودينا في 60 داهيه. اني طبعا جاي تستخبى في السرايا بعد ما عملت عملتك، ما طلعتش الجبل على طول ليه يا سبع الجبل يا وطوات الليل؟ ماني ما لحقتش يا عاصم بيه. حسنين الدهشان قطرني، قلت يا فاكين، جريت على الجنينه وبعدين نطيت من السور على الجبل على طول. وبعدين يعني هو يعني حسنين كان يتكلم والبويس لما فتش كان لقاني. ما تخافش يا سعاده البيه، ما هي دي مش اول مره. طبور ما تلتش وتعجن كتير، ما تزنش على خراب عيشك. ولزومه ايه الكلام ده بس يا عاصم بيه؟ لا انا بس بفكرك، لولايا كان زمانك في السجن انت ورجالتك. انا اللي حاميك يا دبور، ولا نسيت انك هربان من كذا تقبيده؟ ما نسيتش يا سعاده البيه. حد يرمي بندقيه ويقول للي ما شافش تعالى شوف، انا مش عاوزك تغلط تاني، مش كل مره هتسلم الجر. فهمت؟ فهمت يا عاصم بيه. دبور. ايوه. استنى، خد دول يا دبور. ايه دول؟ عربون عمليه جديده؟ العمليات الجايه كتير، وانا اقدر استغنى عنك؟ مغاوري؟ لا مغاوري ده راجل مجنون. ياما هو الوحيد اللي شاهد مع حسنين، لكن رجالتك ما شاء الله سبكوها عليه. ده ما يتخافش منه. يبقى قصدك
روايح مرات حسنين الدهشان. لا يا دبور، داني بقول لك دول يعربون محبتنا. روايح دي حرمة يا دبور، ومش عاصم اللي يقف قدام حرمة. أما مغاوري بقى فأنا هعرف إزاي أتصرف معاه، هعرف إزاي أوضب له على تقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. صدق الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. هي حصلت يا مغاوري إنك تشهد ضدي في المحكمة؟ كل رجالة البلد يثبتوها على حسنيه وانت تقول لا. طب قول حرك، يمكن ربنا يكتبها لك ويهديك. او قول سلام عليكم، اطلق السلام على من تعرف ومن لم تعرف. تقدر تقولي انت ليه عملت كده؟ لعن الله شاهد الزور. نعم، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ مغاوري، مش حرام عليك ترمي راجل ظلم في السجن؟ هو عشان وقف في وشك وقال كلمة حق تنفعك في دينك ودنيتك تقوم تفتري عليه وتسجنه؟ تتحالف انت ورجالتك بالكذب والغش على راجل غلبان كل ذنبه انه قال كلمة صدق؟ حسنين انتهى خلاص. لا ما انتهاش، حسنين في سجن حر اكتر منك، وحيفضل كذبك وافتراك جواك لحد يوم القيامة. يا راجل ارجع لدينك واعرف ربك. اسكت يا مغاوري، مش هتقدر تمنع كلمة الحق جوايا ابدا. انت محدش هيسمع صوتك غيرك، ويوم ما صوتك يخرج من الاربع حيطان دول انا حتويك او هخليك تحصل حسنين في سجنه. بالغش والكذب وشهادة الزور برضو؟ شوف يا عاصم. عاصم به يا مغاوري. به؟ ربنا لما بيحب عبد بيندهله باسمه، فقال عز وجل يا محمد يا يحيى يا زكريا، كان بينده على أنبياء وبأسمائهم من غير لا بيه ولا باشا. ولما كان بيكره عبد بيندهله بالكنية، فقال سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب. جاي هنا ليه؟ عاوزني أكذب زيك وزي رجالتك؟ إلزم حدودك يا مغاوري ولم نفسك وخلينا أصحاب أحسن. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يوم ما صوتك يسمعه غيرك يا مغاوري مش هيحصل لك. طيب فاهم؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي اللي زيك يا عاصم. يعني واخرتها معاك يا حسنين؟ مش حرام اللي انت بتعمله في روحك ده؟ حرام
هو اللي حصل لي ده مش حرام يا روايح؟ سجن وظلم ليا مش حرام؟ بس مش هيفلت من ايدي عاصم طرشوبي، لازم اقابله، لازم اصفي حسابي معاه. كان زمانك خرجت وقابلته. 10 سنين وانت بتحاول تهرب، الجزا والحبس بيزيد عليك، انت كان ممكن تخرج بحسن سير وسلوك بتلت المدة. ارجوك ارجوك يا حسنين، كفاية. مش قادر انسى اتهام الزور لي، مش قادر انسى انه ظلمني، مش قادر انسى انه حرمني منك ومن بنتنا يا روايح. انا قاتل وحرام؟ الناس كلها عارفة انك مظلوم. انا وناس اللي اشتراهم وشهدوا ضدي، ولا اللي كانوا عارفين وسكتوا؟ تقدر تقولي لي سكتوا ليه؟ تقدر تقولي لي راحوا فين؟ كانوا فين وانا بدفع ايام عمري وسنين من العذاب ملهاش اخر؟ معلش يا حسنين، كل شيء له اخر، بس انت وعدني انك ما تهربش، وانا صدقني مش ساكته. 10 سنين فاتوا، قدرت تعملي ايه؟ مسير الحق حيبان، ما تيأسش من رحمة ربنا، ده ربنا رحمته واسعة. بس انت ما تهربش يا حسنين، هروبك ده بيضيع املنا في خروجك. انا مش طايق، مش قادر استحمل، عايز اخرج، عايز اخرج عشان اثبت براءتي لبنتنا. بنتنا يا روايح، نعمة ما شفتهاش من 10 سنين. ما انت اللي مش عايز تشوفها. ويرضيك تشوفني وانا بالشكل ده؟ ما كانش لازم اسمع كلامك واقول لها انك انت الف بعد الشر موت، اهو كدبنا عليها، هو اللي حرمك منها السنين دي كلها. باذن الله يوم ما اثبت براءتي واللي ظلمني ياخد مكاني هنا في السجن، يوميها هتعرف ان ابوها عايش ما ماتش. حمودي حمودي. ايوه يا بابا. ايوه يا سيد الرجاله. مال فين خلفه الندام؟ راح فين على الصبح؟ تقصد مين يا بابا؟ هيكون مين يعني غير سعيد اخوك؟ نزل البندر يشوف النتيجه. ان شاء الله هينجح ويدخل الجامعه. جامعه ايه يا سعاد؟ ما يقعد يفلح مع اخوه في الارض ولا يمسك المصنع بدل ما فلوسي ماسكها الغريب. ازاي بس يا بابا؟ معقوله يقف في نص السكه كده؟ لازم يكمل تعليمه وياخد شهاده عاليه. ليه؟ هيجيب الطحين ولا يعني مستنيين الوظيفة؟ روق دمك يا بابا، صحتك بالدنيا. أنا ما أحبش أشوفك أبدا متعكر كده. من يوم ما ماتت المرحومة وهو منكد علي عيشتي، أقول يمين يقول شمال، أقول له شمال يقول لي يمين، طالع لإخواله متعنطس بشهادتهم على مسكه، فاكرين إن الشهادة كل حاجة. طب ماني هو إيه؟ أهو دماغي توزن بلا يا ابني. العلم في الرأس مش في الكراس. أمان عليك يا بابا، ما تزعله، أنت عارف إن سعيد طيب وابن حلال. ما زعله؟ هو كده دايما منكد عليا عيشتي. معاش ولا كان اللي ينكد عليك يابا؟ يا سيد الرجالة كلها. يطرح فيك البركة يا ولد، طالع لأبوك بصحيح، لكن هو طالع لإخواله. الله يخليك يابا. مسكين يا سعيد يا أخويا، مش عارفة نقرهم من نقرك ليه بس. يا رب يا رب اكبر بخاطره ونجح بقصده يا رب. ماما نجحت يا ماما، نجحت 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 يا حبيبتي، نجحت يا حبيبتي. الف مبروك، الف مبروك يا حبيبتي، الف الف مبروك. ايه يا ماما انت بتعيطي؟ لا يا حبيبتي، دي دموع الفرح. أبوكي أبوكي كان نفسه يشوف اليوم ده من زمان. بابا الله يرحمه. إنما ما قلتليش أنت ناوية تخشي كلية إيه؟ الطب يا ماما، عايزة أبقى دكتورة. طب بس يا بنتي الكلية دي مشوارها طويل قوي. ايه خايفه من المصاريف ولا يكون عندك اي فكره؟ انا مستعده اشتغل واساعد نفسي واساعدك كمان، بس المهم ابقى دكتوره. مصاريف ايه يا بنتي اللي بتتكلمي عنها؟ وشغل ايه اللي عايزه تشتغليه؟
ده انا مستعده ابيع عمري عليكي، اشتغل ليل ونهار لاجل ما تنولي مرادك وتحققي امنيه ابوكي فيكي يا حبيبتي. ده انا فرحتي النهارده ما تتوصفش. واديه ترمس، انت يا واديه ترمس، ترمس انت يا واديه ترمس. اهو يا ست ستات، تعالى يا ولد بلي الشربات يا ولد، اسقي اهل الناحيه كلهم. انا بليت الشربات النافسه يا ست الكل، عارف ان الامر هينجح باذن الله ومش هيخيب رجانا ابدا. مبروك يا ست البنات. متشكره يا ترمس. اسمع يا ولد، الزبون اللي يطلب الطلب تسقيه الشربات الاول. النهارده عايزين نعيد ليالي زمان، الانس والمغنى، عايزين نكيد العوازل. من عينيا يا ست الكل. صحيح يا ماما، صحيح يا بنت، يوه قصدي صحيح يا ست الدكتوره. ربنا يسمع منك يا حبيبتي، ده انا فرحتي بيكي النهارده ما تتقدرش. نفسي اشوفك دكتوره بحق وحقيقي، دكتوره كبيره قوي. خدي خلي القرشين دول معاكي. بكره تبقي دكتوره كبيره، ولما اعجز انا تبقي تعالجيني. ولو اني ما حدش عارف الايام مخبيه لنا ايه، انا هبقى فين وانت فين؟ ما تقوليش كده ابدا يا ماما، انا ما اقدرش استغنى عنك. ده انا حتى ان شاء الله بعد ما اتخرج هتعين هنا عشان افضل جنبك على طول يا ست الحبايب. هنا فين؟ في الترشوبي؟ تبقي دكتوره في الترشوبي؟ لا يا حبيبتي، مصر احسن. لا طبعا يا ماما، لو كل انسان اتعلم وخد شهادته وساب بلده يبقى العلم ما عملش حاجه، يبقى العلم ما اداش رسالته. لازم العلم يخدم البيئه. بيئه؟ انت هتكلميني انشا زي المغاوري؟ لا، هي كلمه قلتها. لا يعني لا، الترشوبي لا، مصر غريبه. اشمعنى يعني؟ هنا الديابة اللي نهشوا لحم ابوك يا بنتي، كلوه لحم ورموه عظم. كفايانا اللي شفناه من الترشوبي، كفايانا. انت بتقولي ايه يا ماما؟ مين دول اللي نهشوا لحم بابا؟ مفيش حاجة، اهو كلام. لا مش كلام، طول عمرك بتقولي لي الكلام ده من غير ما تفسريه، ولما اسألك تقولي ده كلام. انا حاسة انك مخبية حاجة. في ايه يا ماما؟ ما قلتلك مفيش حاجة، ما تضيعيش علينا فرحتنا النهاردة. يا ماما انا ما عدت الصغيرة، لازم اعرف كل حاجة. تعرفي كل حاجة عن ايه بس؟ ليه مش عايشة معاكي هنا؟ ليه طول السنة عايشة عند خالتي في مصر؟ ايه اللي مخليكي زعلانة من البلد كده؟ ولما انت بتكرهيها عايشة فيها ليه؟ اديني عايشة، واللي اعرفه احسن من اللي ما بعرفوش. رد مش مقنع وهروب من الاجابة. ماما، ايه اللي حصل هنا في البلد لبابا مخليكي كرهاها؟ ما انت عارفة. انا عايزة الحقيقة. ما عنديش كلام اقوله، وفضيها سيرة بقى. انت هتسافري امتى؟ تاني؟ للدرجة دي مش عايزة نقعد معاكي يومين على بعض؟ يوه كده يا ست ماما؟ طب مش مسافرة. سعاد، سعاد حمودة، أنا نجحت. مبروك يا سعيد. مبروك. ومالك فرحان قوي كده؟ اياك كنت عاوز تسقط بعد المصاريف المتلتيله اللي انا صرفتها عليك. ده انا كنت اخلع راسك من جسمك زي ما اخلع الشجره من جذورها. هي دي برضه يا بابا كلمه مبروك اللي انا مستنيها منك؟ سعيد، عيب ترد على ابوك كده. هو انا رديت عليها حموده؟ انا رديت عليها سعاد؟ اصل بابا كان قلقان عليك قوي يا سعيد. قلقان على ايه؟ على الشهاده اللي هيحطها على الحيطه عشان كل من هب ودب يشوفها. ايه، حتة ورقة لا راحت ولا جت؟ لا يا بابا، عمر شهادة ما كانت حتة ورقة، دي قيمة ومركز ووجود. انت بترد عليا يا ولي؟ لما ابوك يتكلم انت تسكت خالص. هو انا قلت حاجة؟ ايوه قلت. يعني ايه الشهادة قيمة ومركز والحاجات اللي انت بتقولها دي؟ يعني انا ملياش قيمة ولا مركز عشان مش متعلم؟ فشل، ده انت دفرك برقبته. كفاية بقى كفاية، حرام حرام.
حرمت عليك عيشتك. امشي خش جوه، امشي. اللي تحايا وعدم تربيه، تعال هنا يا ولد. هو ده العلام اللي انت اتعلمته في المدارس؟ تمشي من غير اذني؟ شفتني خلصت كلامي؟ خلصت كلامي انا بتاع المدارس؟ انا اصلي يا بابا مش عايز اضايق حضرتك، بس انا لسه برضه ما خلصتش كلام. افندم تحت امرك. من بكرة يا تنزل الغيط مع اخوك يا تمسك المصنع، تختار ايه؟ لو سمحت يا بابا انا عايز اكمل تعليمي. انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ عشان هتشمت العدوين فيا، هيقولوا صعد من دلع امه فيه. سنتين يا ايهاب مش عارف تاخد الثانويه. وانا اعمل ايه يعني؟ اقطع نفسي؟ دول اكيد مضطهديني. ويضطهدوك ليه؟ اشمعنى انت بالذات؟ بس عيد ابن خالك اهو نجح من اول سنه، الدور والباقي عليك. لو كل ما تشوفيني هتعددي كده هطق واروح فيها. لا يا اخويا لا لا، انا ماليش غيرك، بس انا خايفه من كلام ابوك، هيقول ان انا السبب. ماما وبعدين؟ انت تكذب عليا وتقول لي بذاكر عند اصحابي، وانا اكذب عليه واقول له دهري نفسه من المذاكره، وادي النتيجه. ما هو بابا لو شافك بالشكل ده ما يصدق بقى وينزل فيا سلخ. انت عارفه لو كلمني كلمه واحده مش هتشوف وش تاني. لا يا اخويا لا لا، مش هيكلمك. هو انت ناقص كفايه اللي انت فيه. طب يلا بقى ايدك على قرشين. كمان عايز فلوس؟ عايز اغير جو ولا؟ اهلا يا خالد. السلام عليكم. شايف يا خالد؟ شايف ماما منكد عليا عشت ازاي؟ معقوله برضه امك تنكد عليك؟ مش عايزه تديني قرشين عشان اتفسح. ايه؟ خد يا حبيبي، خد دول عشان استنى، خد دول عشان تتفسح بيهم. خد. تشكر. يعني الشهاده كانت هتعمل لك ايه ولا كانت هتزودك ايه؟ مبروك لسعيد يا عاصم. يا ريته كان صيت يا اختي، كان فلح. ليه بتقول كده يا اخوي؟ مش عايز يقف جنبي، مش عايز يقف جنبي يا عنايات. قال ايه؟ عاوز يكمل علام ويسيبني. مش كفايه اللي عمله فيا؟ مش كفايه انه ضيع ميراث امه من ايديا؟ ميراث ايه؟ هو ابويا لما كتب لك الميراث انت واخويا مدحت، زعلت انا ولا فتحت بقي؟ ايه بقى؟ ما زعلتيش يا عنايات، ده انت زعلتي وصوتي وولولتي وكانت هتبقى فضيحة. بس احنا سلوينا كده، ابونا عارف ان الرجالة تحافظ على الثروه، لكن الحريم فلوسها مسيرها للغير. وبعدين انت جوزك غني ومش محتاج. ايوه بس ده حقي وكان لازم اخده، واخويا مدحت كان موافق، بس انت اللي مرضتش. انا مرضتش عشان كان بيع وشراء يا عنايات، مرضتش عشان احترم رغبة ابويا الله يرحمه، مرضتش عشان ما كسرش كلامه بعد موته. ثم قوليلي، انت كنت احتاجتي لكفة حاجة واحنا قلنا لا؟ كامل ورداني جوزك مش مخليكي محتاجة لكفة شيء. خلاص فضها سير. انا عارفة كامل اتأخر كده ليه؟ انت ليه عارف نتيجة ايهاب فتقهر على ابنه الوحيد؟ ايه؟ ويتقهر ليه بقى؟ هو ايهاب ده بتاع علام، ايهاب ده لازم يمسك دايرة ابوه، لازم يمسك املاك ابوه اللي ملهاش اول ولا اخر. انتوا بس اللي سرقاكوا السكينة. مش كفاية عليا سعيد اللي موريني الويل؟ سعيد؟ انت كل حاجة سعيد؟ ماله سعيد؟ ما هو ناجح وزي الفل وهيدخل الجامعة ربنا يحميه. انت اللي دايما كده حاطط نقرك من نقره. خبر ايه يعني؟ انت نسيتي ولا ايه؟ هو اللي عمله فيا سعيد ده شوية. وانت مش عايز تنسى؟ سعيد كان صغير وما يعرفش حاجة. ايه؟ ينصب اخواله عليا وتقولي لي صغير؟ يمضيني على ورقه بيضة وتقولي لي صغير؟ يخلي اخواله يكتبولي مبايعه باملاك المرحومه وتقولي لي صغير؟ ما كانش لازم تمض. وانا ايش عرفني؟ انا كنت فاكرها شخبطت عيال. اتاري ملعوب، ملعوب من ورايا عشان ياخدوا املاك المرحومه من المحكمه حكم صحه ونفاس. والسبب مين؟ سعيد. سعيد مين؟ ابني. يعني انت سبتهم في حالهم؟ ما انت شردتهم وطردتهم من البلد بحالها، ولا حد فيهم بيزرع ولا بيفلح. ما انا ما طولتش حاجه يا عنايات، ما طولتش حاجه. كل املاك المرحومه ضاعت من ايديا بايد ابنها. طيب يا سعيد، انا قلبي عمره ما هيصفى لك ابدا ابدا. معاه حق يا ست رواية. معاه حق ازاي بس يا مغاوري؟ ال 15 سنه دول كان ممكن يبقوا 10،
لكن بهروبه ده هيبقوا 20 ويمكن أكتر. عمر الإنسان مش بالسنين، عمر الإنسان بمحن الأيام والليالي وأنات المظلومين. يا أخويا كلمني عربي، أنا مش فاهمة. صرخة المظلوم في وش الظالم هي الميلاد الحقيقي في عمر الإنسان، في عمر الزمن، هي التاريخ. مغاوري كلمني على قدي، هو راكب دماغه قوي، حسنين دماغه ناشفة. أنا رحت لحضرة الضابط بتاع السجن الله يستره، ووافق لي إن أنا أقابله في المكتب لأجل إن أقنعه إنه يبطل هرب، لكن مفيش فايدة، حسنين راكب دماغه يا مغاوري. محدش يهرب من المكتوب، واللي تسبب في ده كله بكرة هياخد جزاء، والدنيا كده يوم ليك ويوم عليه، ويا بخت من كان ليه وما كانش عليه. سافر له يا مغاوري، كلمه عقله، انت صاحبه الوحيد اللي بيسمع كلامك. هسيب المصنع، اسيب بيت العز، اسيب المكان اللي عشت فيه وحموت فيه. يا اخويا بلا مصنع بلا بيت عز، ما انت دافن نفسك بين المكان العطلان بقاله سنين. بكرة المكان حيدور والزمن حيدور، مفيش حاجة تفضل على حالها، كل الكتب دي بتقول كده. اهو انت كده لما اقول لك كلام ما يعجبكش تقول لي كلام ما فهموش. انت زعلتي مني يا ست روايح؟ ما هو انت مش عايز تقول لي على اي عقاد نافع. اقول لك سافر له، كلمه، اقنعه، تكلمني بالالغاز. سيبيه، سيبيه في حاله، وخليكي في حالك، شوفي مصلحتك ومصلحه بنتك. انت شايف كده؟ طيب على راحتك. بس على فكره انا زعلان منك. زعلان مني انا ليه؟ علشان عايشتي بنتك في كدبه وصدقتها تموتي ابوها وهو عايش. ايوه بس حسنين هو اللي عايز كده. معقوله يقاسي من كدبه غيره عليه ويعيشها وانتي وبنتك تعيشوها معاه؟ لا لا يا ست روايح، الكدب حرام حرام. ايوه يا شربيني، كويس قوي قوي قوي، ادي كل واحد حصته. واسماعيل كمان ادي له كل اللي هو عايزه. ده تاجر زينا يا اخي، وان ما كانش معاه نساعده. طبعا التجاره اخلاق قبل كل حاجه. لا لا السعر هو هو. ايوه ما تزودش. شربين انت عارف اخلاقي وعارف طريقتي كويس. مع السلامه. احمد بص لي كده ليه يا ابو حميد؟ انت طيب قوي يا بابا. وليه بتقول كده؟ من كلام حضرتك في التليفون. اسماعيل ده مش كان مره عايز يضر حضرتك في السوق؟ انا عارف، لكن ليه نقابل الشر بالشر؟ ليه ما نقابلوش بالخير؟ هو معنى ان في بعض الناس كدابين، ابقى انا كداب زيهم؟ لا طبعا. شوف يا ابو حميد، تاجر الناجح واللي يكون صادق مع نفسه وصادق مع غيره. بس في بعض الناس متخيله ان التجاره غش وكذب وفهلوه. يغش ده ويكذب على ده، طب النتيجه ايه؟ مكسب حرام، والحرام ده لو غناني يوم هيضيعني ويضيعك العمر كله. عندك حق. انا بقول لك الكلام ده عشان تعمل بيه لما تتخرج. واول حاجه عايزك تتعامل بيها يا ابو حميد الصدق. بس امال فين الامانه والشرف والاخلاق؟ صدق. صدق اولا. الصدق ده ابو الفضائل. لو انت فعلا صادق مع نفسك وصادق مع غيرك هتلاقي نفسك شريف وعفيف ونبيل الى اخر كل الخصال الطيبه دي. النبي عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام، كان دايما يقول تحروا الصدق وان رايتم فيه الهلكه فان فيه النجاه. يا سلام، عليه افضل الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام. على فكره يا ابو حميد، في حكايه كان دايما يحكيها لي ابويا الله يرحمه ويقول لي خلي بالك منها قوي. في مره واحد راح للنبي عليه الصلاه والسلام وقال له أنا بعمل كل الأسامي اللي في الدنيا ومش قادر أتخلى إلا عن حاجة واحدة بس. تفتكر النبي قال له إيه؟ قال له إيه يا بابا؟ قال له إلزم الصدق، إلزم الصدق وتجنب الكذب. عارف الراجل بعد كده عمل إيه؟ شوية شوية بدأ يتخلص من كل الأسامي اللي في الدنيا وبقاش يعمل أي حاجة غلط. أنا بقول لك الكلام ده ليه؟ علشان ان شاء الله كده لما تاخد البكالوريوس وتتخرج وتبقى قد الدنيا واريح انا بقى شويه وتمسك الشركه دي وتبقى شركه احمد للتصدير والاستيراد، ساعتها هتبقى زيي واحسن مني كمان. لا يا بابا، اسم حضرتك لازم يفضل على طول.
الله يرحمها والدتك. الله يرحمها. كان نفسها تشوفك ما شاء الله كبير ومتفوق كده. طيب وما كانش نفسها تشوفني عريس؟ ايه؟ ايه ده يا ابو حميد؟ انت ايه؟ مدمر على الجواز ولا ايه؟ يعني والحكايه دي جت في بالك فجأة كده؟ لا طبعا. امال ايه يعني؟ يعني جريه انت، وانا كل ما اقول لك حاجه تقول لي يعني؟ يعني طب بلاش نخش في تفاصيل محرجه، قول لي انا اعرفها؟ ايوه. ويا ترى دي مين ان شاء الله؟ سعاد. سعاد مين؟ سعاد بنت عم عاصم. ايه ده؟ انت اخويا؟ بس انت لسه صغيره، ايه اللي فكرك بيه؟ من ايام طفولتنا في البلد وانا حاسس ان الانسانه دي هي اللي هتكون شريكه حياتي، ومن خلال الزيارات البسيطه للبلد كان بيتجدد اعجابي بيها وبيزيد ارتباطي بيها اكتر. طب خلاص خلاص خلاص، وعد مني هخطب لك البنت دي، هخطبها لك غصب عنها وعن ابوها كمان. حقيقي يا بابا؟ حقيقي. عن اذنك يا بابا. سعيد. ابو حميد. ازيك يا سعيد؟ ازيك يا احمد؟ عمي كويس ان حضرتك موجوده. ريحه الحبايب يا ابو حميد، جبنا في سيره القط جاي نط. ازيك وازاي والدك؟ الحمد لله. ايه ازاي اختك سعاد؟ بخير. عمي انا كنت جاي لحضرتك في موضوع محدش هيقدر عليه غيرك. بتقرا ايه؟ روايه؟ لا بستعد للثانويه العامه. من دلوقتي؟ ايوه، لاني عايز انجح من اول سنه، مش زي بعضهم بياخد السنه في سنتين وثلاثه. اني ما يهمنيش الشهادات، هو في حد في البلد عنده اللي عندي؟ اوعي تكوني هتتوظفي بيه. نفس كلام بابا وفريق. ابوكي ده راجل عظيم، راجل عمل خالي، ده اني نفسي ابقى زيه. انت عارفه احسن حاجه في خالي ايه؟ ايه؟ ان ابوك. عن اذنك. ايه بس؟ اني مضايقك؟ وانا هتضايق ليه؟ اني شخصيا بفرح اول لما اشوف. وانت يا سعاد؟ انا ايه؟ انا كان نفسي اقول لك مبروك زي ما قلتها لسعيد اخويا. واحنا مالنا ومال الشهادات دلوقتي؟ ما انت زي اخويا وكنت هفرح لك. عن اذنك. حلاوي. وكمان اخوكي. يعني جاي من مصر عشان كده؟ يعني تغيب الغيبه الطويله دي يا مدحت وفي الاخر جاي عشان كده؟ لا ده انا كمان جاي لك علشان حاجه تانية اهم. جاي علشان اخطب سعاد بنتك لاحمد ابني. مبروك مبروك يا احمد، سعاد بنت حلال ولايقه عليك. متشكر قوي يا عمتي. عقبالك يا ايهاب. مش لما ياخد الثانويه الاول؟ وبعدين بقى انا اخدها منك ولا من ابويا؟ دي عيشه تاثر العمر. لا لا مالكيش حق يا عنات يا اختي، الواد لسه صغير، بكره ينجح ان شاء الله. بس انتي بطلي دلع فيه وبطلي تكذبي على ابوه. انا يا مدحت يا اخويا؟ طبعا، الواد يضحك عليكي بكلمتين، يكذب عليكي وانتي تكذبي على ابوه، وبالتالي كلكم تعيشوا في كدبه كبير. طب نتيجتها ايه؟ نتيجتها السقوط والضياع. ما تبصليش، دي حاجه واضحه زي الشمس. كل الاولاد اللي بيضيعوا بيكون السبب ايه؟ دلع زياده عن اللزوم. لا كل حاجه ولها حدود بقى. ده حيله يا اخويا، حيله، وياما نفسي اشوفه احسن واحد في الدنيا. يبقى شوية شدة، شوية توجيه، المهم بقى ان هو ما يضحكش عليك بكلامه المزوق اللي بياكل بيه عقلك، وانت كمان ما تكدبيش على ابوه عشان يعرف يربيه. ماليش دعوة، انا قلت لك وانت حرة. بالمناسبة كامل جوزك فين؟ من يوم ما عرف نتيجة إيهاب ومحدش عارف يكلمه، بيخرج من صباحية ربنا ما يرجعش اللي بعد العشاء. طيب ملناش حظ نشوفه يا عنايات يا اختي. ما قلتليش هتعملوا الخطوبة امتى؟ لا يا بلاء، مش معقول اللي بيحصل ده ابدا. مش معقول ليه يا ولد؟ ازاي حضرتك توافق كده ان سعيد يكمل علامه؟
ازاي يكمل علامه ولا الخطوبه؟ ده زي ما تكون حضرتك ما صدقت ان عم مدحت طلب ايد سعاد منك. طب ومال هي سعاد صغيره؟ طب ده انا يا ولد اتجوزت وانا سني 14 سنه. ايه ده؟ ايه يا ولد؟ بتضحك ليه يا ولد؟ 14 سنة؟ ما شاء الله يابا ما شاء الله، ايه دي فزورة؟ أنا مستغرب يابا إن حضرتك وافقت بالسرعة دي، من غير مقدمات ولا شد من ناحيتك ولا جذب من ناحيته ولا إنا ولا شبكة ولا مهر، المسألة جت حلوانة بسلوانة وأنا حاسس إن فيها إنا. يعجبني فيك يا واد مخك النور. ومال؟ احمد هو الوريث الوحيد لكل املاك ابوه، ليه لا؟ حد يكره ان فلوس اخويا تبقى كلها في عبي؟ يبقى زدنا في دقيقني عقبال لما تبقى املاك كامل الورداني كلها ليا لوحدي، وهتبقى ليا لوحدي. طب وسعيد؟ ماله سعيد؟ سعيد هيدخل كليه الحقوق ويتخرج ويشتغل محامي، وهو يلم حقوقنا المتبعطره يمين وشمال بدل المحامين اللي هريننا مصاريف. ايوه ما هو ده اللي انا عامل حساب، ويتعنطز على اخوه الكبير بالشهاده اذا كان بالثانويه ومش عارفين نكلمه. هو معقول يتعنطز عليك انت برضه يا حمودي؟ ده انت الكبير، الكبير في السن وفي المقام، والكبير جوه قلبي. الله يخليك يا ابا، بس انا برضه حكايه الحقوق دي مش داخله دماغي ابدا. حضرتك لازم في دماغ حاجه تانية. ابدا، انا قلت يعني يبعد عننا احنا الاثنين، بدل ما هو معكنن عليك ومعكنن عليا في الرايحه وفي الجاي. وكمان قلت يعني انتوا الاتنين لو اشتغلتوا مع بعض اكيد هيحصل مشاكل، فاني خفت عليك فقلت اهو يبعد عننا ببلاوي احسن. اذا كان كده معلش، اني كمان ما كنتش هرتاح معاها ابدا. ما هو ده اللي انا فكرت فيه يا حمودي، وكمان ما رضيتش اكثر بكلام اخويا مدحت. انا شايفه انك تنزلي مصر دلوقتي. ليه؟ من غير ليه؟ مش عايزه كتر كلام، انا مش عايزه بهدله، مش عايزه اعرضك للبهدله يا بنتي. بهدله؟ مفيش بهدلة ولا حاجة، البلد مليانة بنات من سني. ليه دايما ما اشوف عينيك الخوف عليا؟ ليه دايما عايزاني ابعد؟ مش كفاية اني بعيدة عنك طول السنة؟ بعيدة عني ازاي؟ هو مش انا برضو باجي ازورك عند خالتك؟ بتيجي تزوريني ايام الدراسة، لكن احنا دلوقتي في اجازة. الدراسة زي الاجازة، مفيش حاجة بتتغير. ماما كل الناس بتفرح ان ولادهم جنبهم الا انتي. انا يا بنتي، انا ده انتي دنيتي بحالها. خلاص يبقى تقولي لي انتي مخبيه عليا ايه مش عايزاني اعرفه. تاني تاني يا نعمت غلوب تسالك السؤال ده وانتي ولا انتي هنا؟ انا عايزه اعرف اي حاجه، من حقي اعرف كل حاجه. ما هو انت لازم تعرف عشان تتلم وتعرف حدودك، تعرف نعمه دي تبقى بنت مين؟ بنت ست روايح. وتعرف الست روايح بتاعتك دي تبقى ايه؟ فصلها ايه؟ اصلها ايه؟ تعرف ولا اقول لك؟ ست مكافحه بتشتغل وتكسب من عرق جبينها عشان تربي بنتها، وعمر الشغل ما كان عيب. تعرف ابوها مين؟ الله يرحمه. الله يرحمه، أبوها قاتل مجرم مات في السجن. سجن؟ أيوة سجن، حرق محصول الفلاحين، حرق مصنع جوز عمتك، قتل الغفير، وكان عاوز يقتلني أنا كمان. أنت ما يجيش من وراك حاجة عدل أبدا. اسمع من هنا ورايح، أنت مالكش دعوة بروايح ولا بنتها، فهم؟ مالكيش دعوه بعاصم الطرشومي ولا بولاد عاصم الطرشومي، طول عمرنا بينا وبينهم عداوه من زمان، واللي بيني وبين عاصم بالذات. وليه ناخد الابن بجريمه ابوه؟ سعيد حاجه تانية خالص. يا نعمت يا بنتي فهميني، عاصم ده هو السبب في اللي جرى لابوكي، عاصم هو اللي ظلم ابوكي وكان ممكن ابوكي يدخل السجن، لكن مات، مات لانه ما تحملش ظلم عاصم. شوف اما اقول لك هي كلمه مش هكررها تاني، انت هتنزلي مصر ومش هتقعدي هنا ومش عايزه اي اعتراض بعد كده، فاهمه؟ امك معاها حق، ازاي المظلوم يعيش مع الظالم؟ حتى انت يا عم مغاوري اسمعي كلامها، سافر
عم مغاوري كلمني عن ابويا. حسنين، حسنين الدهشان راجل وسيد الرجال، كان صاحبي يحب الناس وكلهم يحبوه، كان يعيش مع المظلوم ويكره الظالم. ابوك يعرفني بكامل الوردان، ومن يومها نحن التلاتة اصحاب. حسنين الدهشان لحقني قبل ما اضيع. ازاي؟ ولادي ماتوا قدام عيني، كل اللي في العربية مات ما عدا انا. صدقيني يا بنتي، من يوم الحادثة والدنيا قدام عيني مش هي الدنيا، لكن ابوكي هو بذرة الايمان في قلبي، اخد بيدي، لكن انا ما قدرتش اساعده. كلامي راح في الهوى، يعمل ايه صوت واحد قدام ظلم العشرات؟ لكن اللي مصبرني ان الكتب دي كلها بتتكلم عن الظلم، لكن ما انصفت في يوم ظالم. غريبة. بتستغربي ليه يا عروسة؟ ازاي حضرتك بتعرف كل الحاجات دي وعايش هنا؟ هروح فين؟ تشتغل اي شغلة تانية وتعيش؟ انا هعيش للفكر، للفكر وبس. والتنفيذ مش شغلتي. ده يبقى ضعف وسلبية. الله يسامحك. عم مغاوري ما تزعلش مني، انت عارف معزتك عندي وعند البلد كلها. انا اقصد يعني مادام المصنع محروق ومكان واقف، ليه ما تشوفش اي شغلة تانية؟ المصنع هيدور بإذن الله، محدش يقدر يقف قدام عجلة الزمن أبدا أبدا. طب ليه عم كامل ما صلحش المصنع بعد ما اتحرق؟ هيصلحه. كامل الورداني راجل مسالم، محبش يقف قدام أطماع عاصم، وكمان هو مشغول متشحطط بين هنا والبندر، مشاغله كتير. الله يكون في عون. تعرف الخوف يا بنتي؟ الخوف وحش، ربنا يكفينا شره. وعم كامل هيخاف من ايه؟ معقول هو كمان يخاف من عاصم الطرشوبي؟ الدنيا اسرار. اسرار انت عارفها كويس. عم مغاوري قولي ليه ماما دايما بعداني عن البلد؟ ليه خايفة عليا؟ احكي لي كل حاجة. ما نخاف سلة، وده طبيعي، الام تخاف على بنتها الوحيدة. بتهرب من الاجابة زيها. ازاي عاصم الطرشوبي ظلم ابويا؟ ايه قصة الظلم دي؟ وايه كانت بدايتها ونهايتها؟ البداية معروفة، لكن النهاية ربنا يعلم بيها. عن اذنك. نعمت، ما تزعليش مني، وبيخدي بالك من نفسك، وبيوديني، ما تعمليش زي بعضهم تزعلي مني وتعديني. انا ما ازعلش منك ابدا يا عم مغاوري، ده انت زي المرحوم بابا. أبوكي ما ماتش. اللي معاه الحق ما يهموش القوي، قلب الحجر ينشق.